وجه قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية الشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه على تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. وقد جاء ذلك خلال كلمة للبابا تودروس الثاني في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. أولا أن أقدم شكرا خالصا ومن القلب إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسس الجمهورية الجديدة، والذي يؤكد بحضوره المبهج حرصه الدائم على تقديم التهنئة بالعيد وبالعام الجديد، وطمأنة جموع المصريين في أي أزمات تأتي على الوطن، ولكن عندما يكون القائد مطمئنا فأننا نطمئن فيه. أيضا نشكره على برقيات التهنئة التي أرسلها إلى كل الجاليات المصرية القبطية في الخارج والكنائس القبطية، وأيضا على التعبير الجميل والتهاني والبرقيات التي قدمتها السيدة حرمه ونشرتها أيضا.